موضوعنا الطبي لليوم كتير مهم. عم نحكي عن الأمراض التنفسية. كلنا بنعرف إنه بفصل الشتاء ممكن تكون الأمراض التنفسية موجودة كتير، ولكن بالصيف هي أكيد موجودة وإلى ممكن آثار سلبية، إن كانت حساسية بالجلد أو حساسية بالأنف بالعين. في كتير اليوم من الأمراض التنفسية يا رشا اللي ممكن تصيبنا، ولازم نعرف كيف نتعامل معها، وخاصة هذه ضمن فصل الصيف بارتفاع درجات صحيح. الحرارة بتزيد البكتيريا ونحن بنصير معرضين للإصابات بشكل كتير كبير. واليوم هون المناعة، مناعة الشخص بتلعب دور كتير كبير بالإصابة وحدة الإصابة. اليوم ضمن مساحتنا الطبية رح نحكي عن أهم الأمراض اللي ممكن تصيبنا بفصل الصيف، الأمراض الصدرية، كيف نحن قادرين اليوم نروح للوقاية من الإصابة بالالتهابات الرئوية، شو هي خطوات العلاج. معلومات جدا مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم وهو الدكتور مازن القصيباطي، أخصائي بالأمراض الصدرية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الدكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني نحن اليوم عم نشهد بصيف قاسي للأمانة، في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، وهذا الشيء يمكن اليوم عم بيخلي في عنا العديد من الأمراض. اليوم حابين نعرف من حضرتك عن الأمراض التنفسية، شو هي الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف؟ هلا لا شك انه في ارتباط كثير كبير ما بين المنطقه الجغرافيه وما بين الامراض. مثلا احنا اذا رحنا على افريقيا بنقول الامراض الاستوائيه لانه لها علاقه بحراره الجو العاليه، بس لها علاقه بافريقيا مثل الملاريا مثل الكوليرا. اذا رحنا على الهند والصين بنلاحظ اعلى نسبه اصابات بالسل المعند على العلاج موجود بالهند وموجود بالصين. اذا رحنا على اوروبا وامريكا بنلاحظ انه المناخ اللطيف الجميل والبارد احيانا يصير في عنا غبار طلع، وبالتالي الأمراض التحسسية بأمريكا الشمالية وبأوروبا خاصة الربو عالية. فلا شك أنه المناخ له علاقة بالأمراض. بالصيف المشكلة الأساسية بالصيف هو درجة الحرارة العالية. درجة الحرارة العالية حتزيد نسبة الرطوبة، لأنه خاصة في المناطق الساحلية حيصير في نسبة بخر عالية وبالتالي نسبة الرطوبة العالية. الرطوبة العالية بحد ذاتها حتشجع على نمو ما يسمى بالعفن، وهي عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا اللي ممكن تنشاف بالمنازل، ممكن تنشاف بالمكيفات، ممكن سواء كان مكيفات السيارة أو مكيفات العادية. وبالتالي استنشاق المواد العفنة هي اللي هي عبارة عن بكتيريا، هي بحد ذاتها حتحرض مشاكل تنفسية عند الناس اللي بالأساس عندهم مشاكل تنفسية مثل الربو. ففي ناس كتير بيتحسسوا للعفونة، وبالتالي حرارة الجو العالية حتساهم إنه هالعفونة هي تزيد. الشغلة الثانية انه الحرارة نفسها حتأثر على الجلد، وبالتالي ممكن يصير في عنا مشاكل بالجلد، الأكزيما. الحرارة العالية ممكن تعمل تشفاف وتعرق، وبالتالي المريض او الشخص ممكن يصير عنده ضربة شمس. فإذا جدا الحرارة مسؤولة عن ظهور كذا مرض. الحرارة مسؤولة انها كمان ممكن تنمو الجراثيم اللي بنسميها جراثيم المعوية، وبالتالي بنلاحظ احنا بالصيف بيصير عندنا اسهالات صيفية نتيجة نمو هالجراثيم والتكييف ماله جيد، بجوز البرادات مالها كافية انها تقدر تحفظ الأطعمة، وبالتالي تكتر كثير بالصيف مشاكل المعوية الهضمية. فإذا كثير في علاقة ما بين الحرارة العالية والأمراض بشتى أنواع. تمام. هذا الشيء دكتور يعني من خلال جوابك عرفنا اليوم كيف او ليش اليوم بالصيف بيكون اكثر الاصابه بالامراض الصدريه وعلاقتها بالجهاز الهضمي. وكنا عم نحكي انه بالسنه الماضيه شهدنا يعني موجه التهاب صدري كان لها علاقه جدا واضحه بالجهاز الهضمي. طيب اليوم تشخيصيا كيف اليوم بيتم التشخيص عن طريق الدكتور؟ حسب نوعيه الجهاز المصاب. يعني انا برايي انه الوقايه اهم من التشخيص. يعني احنا مرضى الربو تحديدا بنقدر نعرف العوامل اللي ممكن تحرض عندهم نوبات ربو، وبالتالي اذا كان عندهم اذا كانت العفونه هي السبب بنقول لهم انه بفصل الصيف مفروض انه ما يروحوا على مناطق مغلقه فيها عفونه، يكون الغرفه اللي بيعيش فيها المريض اللي عنده ربو لازم تحقق شرطين. الشرط الاول انه درجه الحراره تكون 22، الشرط الثاني انه تكون الرطوبه اقل من 40%، حتى في دراسات اقل من 50%. ارتفاع نسبه الرطوبه بالمكان اللي بيعيش فيه مريض الربو حتاذيه،
ودرجة الحرارة العالية حتأذيه فوق الـ 22 والباردة كمان حتأذيه. فإذا ننصح هدول المرضى أن يعيشوا بجو معتدل حتى ما تتفاقم عندهم نوبات الربو، لأنه الربو عن جد مرض معقد جدا. يعني في على كل المستويات بنلاحظ في اختلاف بين الناس. في ربو بيظهر بسن مبكر، في ربو بيتأخر. مثلا الأطفال الأعمار أقل من 12 سنة بنلاحظ أنه الصبيان بينصابوا أكثر من البنات. بسن البلوغ بيصير الإصابة تقريبا متوازية أو متساوية بين الجنسين. بنلاحظ شدة النوبات، في نوبات تحتاج عناية مشددة وفي نوبات لا، بشوية علاجات بسيطة بنلاحظ أنه المريض تحسن. التواتر النوبات، في مريض كل سنتين تجي نوبة، في مريض تجي كل ست شهور، في مريض تجي كل شهر. الاستجابة على العلاج، في مرضى ما بيستجيبوا بالرغم من العلاجات كلها اللي ممكن نقدمها للمريض ما بيستجيبوا. وبالتالي كثير في عن العوامل المحببة كمان، في ناس بيتحسسوا لغبار الطلق، في ناس ما بيتحسسوا لغبار الطلق، في ناس مثل ما حكينا بالصيف بيتحسسوا العفونة والحرارة العالية والتشفاف، والجهاز التنفسي بيحب السوائل بكمية كثير هائلة. يعني مثل الوردة والزرع كيف بيحب المي، الجهاز التنفسي والهضمي والدوراني بده مي. وبالتالي احنا كثير بنركز بفصل الصيف على انه اي شخص سواء كان مريض او غير مريض يشرب سوائل، ما دام عنده الكلية طبيعية ما عنده مشاكل، ما دام جهاز القلب الوعائي عنده طبيعي، بنركز كثير على شرب السوائل. تمام. اليوم دكتور يمكن كثير من الأشخاص بحكم طبيعة عملهم أو إذا فينا نقول طبيعة شغلهم بيضلوا موجودين دايماً برا البيت تحت أشعة الشمس، وهذا الشيء يمكن عم يسبب لهم اليوم ضربة الشمس. خلينا نوضح ونحكي أكثر عن الأسباب، عن الأعراض، كيف نتصرف اليوم في حال صار معنا ضربة الشمس. ما بده يطلع على الشمس، بطل يطلع على الشمس، بده يتبع وسائل الوقاية الفردية من الطاقية للواقي الشمسي. الواقي الشمسي ماله ميك اب، الواقي الشمسي كثير مهم. الشمس تؤذي تماما الجلد بشكل، هذا شيء مثبت علميا. النظارات الشمسية جدا مهمة لشخص عنده مشاكل بعيونه او ما عنده بعيون. هلا اعطيكي شغلة مضحكة جدا، انه بالحرم المكي في ازدحام كثير بالصيف، الناس ما بتصلي الظهر والعصر، غالبا الازدحام بيصير بالمغرب والعشاء وللفجر، لانه لا يمكن انه واحد يمشي بيقولي احنا ببلادنا ما لنا مثل الخليج، احنا ببلادنا لسه مقبول الطقس. بس احنا بننصح انه دائما اللي مضطر يمشي معه انيس مي لازم يشرب بشكل كثير جيد، يحط واقي شمسي لطيف على البشره، يقدر البشره تبعه تتقبله، يحط نظاره شمسيه ويبلل الطاقيه الطربوش، يبلله بالمي لحتى ما يصير عنده ضربه شمس. ولا ممكن بكل بساطه، خاصة مثل حكايتي أنا، أصلع ضربة الشمس حتجي مباشرة لأنه حيصير في تعرق والجهاز العصبي تبعي ما حيتحمل، وبالتالي ممكن يغيب عن الوعي بضربة الشمس. تمام. طيب حكيم، اليوم في أشخاص كثير وخاصة بفصل الصيف، بنرجع نحن بنركز على موضوع ارتفاع درجات الحرارة، بتحس عندهم بيقول لك أنا عندي لهتة يعني، بس بتعب، بيمشي بعرق، بيكون حر زيادة، بس أنا ما عندي اليوم أي عرض تنفسي أو أي حالة مرضية تنفسية. اليوم شو هذا المصطلح بيكون او شو بتكون الحاله؟ هذا ارهاق وتعب ناجم عن التعرق. التعرق معناته انا عم بفقد سوائل وصوديوم وكلور. لذلك انا بقول انه بفصل الصيف معلش يملح الواحد اكله مو غلط. انا من الناس اللي بشرب شوربه بالصيف، لانه الشوربه بتقبل، انه الشوربه احنا بذهننا بثقافتنا انه هي بس لفصل الشتاء لانها بتدفي. أنا بقول حتى بالصيف إذا واحد حط ملح على الشوربة بيقبلها، وإذا صار الأكل فيه ملح زيادة حيشرب مي زيادة، وبالتالي حيعود السوائل. فإذا الحالة اللي حضرتك تفضلتي فيها هي حالة إرهاق وتعب وإحساس بالضيق بسبب التشفاف، بسبب نقص السوائل ونقص الأملاح. بنعوضها بالسوائل ومنملح ومنحط مثلا شوية بزر بجيبتنا، مو غلط يعني، ناكل بزر نشرب مي. طبعا عم بعطي مثال مضحك بس اوصل الفكره، انه كثير لازم نعوض السوائل والاملاح بطريقه يعني تكون
مناسبة. تمام، بما أنه ذكرت دكتور عن التعب والإرهاق وعلاقته اليوم بهي الأمراض، كمان في عنا الأشخاص اللي بيلعبوا رياضة بفصل الصيف بيبذلوا مجهود أكبر، بيكون في عندهم تعب، قد ايه يمكن اليوم نتيجة الشوب كمان قد ايه ممكن يصير في عندهم أمراض تنفسية، ضيق بالتنفس في حال كان زيادة ومبالغ بالموضوع؟ يعني دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج. اللعب بالشمس الحارقة هذا نوع من أنواع الانتحار صراحة، وكل النوادي اللي بتحترم حالها ما بتعمل هالشي. دائما وقت بتكون أشعة الشمس قوية يفضل عدم التعرض للشمس. اليوم الشمس هي العامل الأساسي دكتور اللي عم تضوي عليه ضمن فقرتنا ارتفاع درجات الحرارة. طيب خلينا نروح للأعراض، بعيدا عن التهاب القصبات العادي، بعيدا عن الزلات التنفسية البسيطة، اليوم عندنا في شيء التهاب رئوي حاد، شو ممكن تكون أعراضه عند الشخص أو تظهر عليه؟ هلأ الرئة لحتى تنصاب بالجراثيم لازم يتحقق عدة شروط. التهاب الرئة يعني جراثيم وصلت للرئة وأصابت الرئة. أول شغلة الجراثيم اللي بتجي من الطرق التنفسية العلوية بتكون موجودة بالأنف، موجودة بالجيوب، وهي بتنزل للرئة، وبالتالي وقت بيكون أنا عندي مشكلة بالأنف والجيوب إجباري ممكن يصير عندي مشكلة بالرئة. طب كيف ما بيصير عندي أنا مشكلة بالأنف والجيوب؟ هو كثرة السوائل، الاستنشاق، لازم دائما رطب أنفي وتمي. هذا كتير بيفيد أنه أعمل أنا وقاية للطرق التنفسية العلوية، وبالتالي بمنع الجراثيم تصل للجهاز التنفسي، وبالتالي ما بصير عندي التهاب رئوي. الشغلة الثانية، الجراثيم بتصيب الرئة مباشرة عند الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالمناعة، مثل حضرتك ما تفضلتي جهاز المناعة جهاز كتير مهم. بس المريض عنده سكري هذا بده ينتبه، مريض عنده مشاكل بالقلب، قصور قلب، مريض عنده مشاكل بالكلى، مريض عنده كانسر، عنده سرطان خباثة بمكان ما بجسمه، هدول مريض عم بياخد كورتيزون لفترات طويلة، مريض عم بياخد مثبطات مناعة، عنده التهاب مفاصل عم بيضطروا يعطوه مثبطات مناعة. هدول المجموعات من الأشخاص هدول بينصابوا بالتهاب الرئة أكثر عرضة بيكونوا، وبالتالي هدول لازم يكون عندهم وعي، وبعتقد أطباءهم حيعطون هالتوجيهات إنه هدول أي ارتفاع بالحرارة، أي أعراض تنفسية بسيطة لو كانت سعال أو ضيق نفس اللي هي أعراض ذات الرئة أو التهاب الرئة، هدول ضروري جدا يراجعوا الأطباء المختصين لحتى يعطيهم العلاج المناسب. فإذا التهاب الرئة له علاقة من جهة بمناعة الشخص، هل هو شخص سوي المناعة أو شخص فعلا عنده مشاكل، وله علاقة بالطرق التنفسية العلوية. في شيء بالفرنساوي يسموه بورت دانتري، يعني باب الدخول. باب الدخول للجهاز التنفسي السفلي هو فوق، طول ما هو فوق نظيف وما في مشاكل بالجيوب ولا بالأنف، طول ما احنا بنحسن الوقاية للجهاز التنفسي. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن الالتهابات الرئوية وبعد ما خبرتنا عن الأسباب والأعراض، خلينا نوضح اليوم طرق العلاج. نحن كيف عم تكون خطة العلاج في حال كان عندنا التهابات بالرئة؟ العلاج بيعتمد على شدة الإصابة وعلى قديش التهاب الرئة عمل مشكلة عند المريض. تمام. يعني في التهاب رئة يكفي أن المريض ياخد، وإذا كان عم بيحكي على التهاب الرئة الفيروسي عفواً الجرثومي الناجم عن الجراثيم، التهاب الرئة الفيروسي ما علاجاته له علاجات خاصة حسب شدة التأثر الرئة. في ناس فعلاً بتكون الإصابة الرئوية شديدة وأخذ كذا مكان بالرئة، وبالتالي هدول علاجهم ممكن يكون بالمستشفى بكذا مضاد حيوي. وفي مرضى عندهم التهاب رئة بسيط، مجرد مضاد حيوي واحد، صاد حيوي واحد يكفي تماما ومريض بيتحسن. فإذا الموضوع له علاقة بشدة الإصابة وله علاقة بمناعة المريض، هي بتحدد نوعية العلاج. للأسف دكتور بعض الأشخاص فقدوا حياتهم يعني بسبب هي الحالة، كانت خلينا نقول بمستوى جدا متفاقم يعني. طيب اليوم حضرتك نوهت على موضوع الربو وقلت اليوم أنه درجات الحرارة أيضا عم تعمل تفاقم للحالة. طيب إذا بدنا نروح للأطفال بفصل الصيف، يعني هل أيضا هن معرضين لنفس الحالة اللي عند الكبار؟ 100% 100%. الأطفال قد ما هن نعتبرهم كائنات صغيرة وضعيفة، لكن كائنات عندهم مناعة كتير كبيرة.
وبالتالي ما ينطبق على الكبار، ينطبق على الأطفال لكن أقل. يعني الطفل بالعكس بفصل الصيف إحنا لازم يروح على المسبح، يتعرض للشمس مشان فيتامين د، مناعة الطفل بتضل أفضل من مناعة الكبير، عكس ما إحنا متخيل إنه مناعته إنه سيئة. بس بنرجع نقول مثل ما إحنا قلنا في مجموعات من المرضى الكبار هل هني عندهم أمراض بتأثر على المناعة، كذلك الأطفال. في أطفال عندهم سكري بياخدوا أنسولين، في أطفال عندهم بدانة شديدة، في أطفال عندهم ربو شديد، في أطفال عندهم مشاكل قلبية. وبالتالي هدول الأطفال كمان هدول المجموعات من الأطفال التعامل معهم بده يكون بطريقة خاصة تماما، يعني التوجيهات اللي بتنعطى لهم تختلف عن الأطفال العاديين. من السلوكيات والأخطاء الشائعة اليوم يلي يمكن منساويها كلياتنا اليوم، ممكن نكون قاعدين بمكان بارد فجأة نطلع لجو حار، أو ممكن أحيانا نكون عم نتحممنا ونقعد بمكان بارد ناخد سوائل باردة، يعني هيدي التفاصيل اليوم دكتور وهيدي السلوكيات الخاطئة، خلينا نوضح شو آثارها سلبية اليوم على الجهاز التنفسي، وشو بتخبرنا كمان ممكن سلوكيات خاطئة ونحن كيف نتعامل معها؟ هو دائما المناخ مثل ما عم نقول له علاقة بالأمراض التنفسية، يعني احنا بنشوف مثلا بنشوف أمراض تظهر بالانتقال، مثلا احنا انتقلنا افترضنا من فصل الخريف لفصل الشتاء، النقلة هي غيرت يعني أول شيء ساهمت إنه تظهر عوامل كتير محسسة، يعني مثلا افترضنا بالشتاء تظهر الهاوس داست مايت، العت المنزلي، هذا بيحب درجة الحرارة المنخفضة، وبالتالي هذا ما كان موجود بالصيف، كان موجود عفوا بالخريف كان موجود لكن كميته أقل، فبيجي المناخ صار مناخ بارد بالشتاء وبالتالي صار في نمو لعوامل محسسة أكثر. احنا كنا بفصل الشتاء انتقلنا للربيع، طب في غبار طلع بفصل الشتاء؟ طبعا في نباتات بتعطي غبار طلع طول السنة، لكن كلها تمنع فصل الربيع هو فصل غبار الطلع، وبالتالي الانتقال غير تركيب المناخ وبالتالي أثر على الشخص اللي هو فعلا عنده حساسية. بالنسبة للأشخاص العاديين يفضل دائما عدم الانتقال الحاد، لأنه تغير درجة حرارة الجو والرطوبة تختلف من غرفة لغرفة، هذا ممكن يأذي الجهاز التنفسي عند بعض الناس، لأنه بتغير حرارة الهواء المستنشق ورطوبته وبالتالي ممكن انه يتأثر. كلياتها بنعرف انه الانف ما بيشتغل فقط حاسة الشم، الانف جواته في شيء اسمه قرينات انفية، هي قرينات انفية بتشتغل شوفاج بالشتاء، بتشتغل كونديشن بالصيف، وبالتالي لما احنا ما بنخلي هالقرينات تشتغل بشكل مزبوط لحتى تدفي الهواء بالشتاء او تكيفه بالصيف، معناتها انا عم فوت هواء للجهاز التنفسي ما له دافي وما له مكيف، وبالتالي صحيح. انا بعرض جهازي التنفسي أكثر وأكثر وأكثر للأمراض. صحيح دكتور، اليوم هيك بعض الإجراءات الوقائية كفيلة اليوم أنه نحن نقطع بحالات خلينا نقول قليلة، يعني مثل ما ذكرت حضرتك بعض النصائح نحن كيف قادرين اليوم نفصل ما بين درجات الحرارة طلعتنا من البيت والواقيات اللي كان على الوجه وكان على الرأس. شكرا طبعا. دكتور مازن لحضورك اليوم وصباحك صحة. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور مازن ولكل المعلومات اللي قدمتها، وأكيد بالصحة والسلامة للجميع. شكرا لكم.